انت عندك هنا هذا صار رفيع، هذا واحد، هذا اثنين. شوفي افنى فراغ، تمام، والنقطتين نطلع من عندها، وهذا نغلقها. هذا هي قالة. هي بشكل عام القاف ويا الألف من نكتب بهذا الشكل، لكن في حالة كتابة قالة نستخدم هذا، أفضل يعني أجمل للقارئ، لأن تعلمنا أنه نشوفها، لكن هو القاف ألف بهذا الشكل. لاحظ هنا شلون طلعنا، راح نعيد. هذا واحد اللي هو القاف، مثل الهلال هذا اللي نكتبه بالتشكيل. هذا اثنين، هذا ثلاثة. هسه نخلي القلم هنا، مو سمك القلم، ثلثين القلم، بعدين نطلع بهذا الشكل. واحد اثنين، وهذا سكرناها صار عندنا شو اسمه، وهذا مكانها بالسطر، تمام. هذا هو قاله.